أهلا إخواني وأخواتي في قناتكم المشاهد تي في، وشكرا للدعم المتواصل. ضمن إطار التنوع نقدم اليوم سلسلة قصص من الواقع. نستعرض اليوم لقصة واقعية بعنوان بيت فقير غني بالقيم. هذا واحد السيد سميتو سي محمد، كان من السكان ديال القرية بيت الحال، واحد القرية مغربية. وهذا الراجل على عكس الجيران ديالو الآخرين المرفحين والعايشين في بحبوحة ديال العيش، كيعيش في واحد الكوخ متواضع باللباس ديالو المتواضع، إلى جانب الزوجة ديالتو اللي سميتها نورة، وعنده جوج دراري سعيد وسارة. الجميل في هذه العائلة أن العمل ديالها منسق ومنظم بشكل كبير، كل واحد من أفراد العائلة كيدير واحد العمل وكيتقنوا بشكل جيد. في الصباح ومن وقت مبكر كتنوض سارة لإحضار الحطب والماء من مكان بعيد من الجبل ومن الواد، باش دير لهم الفطور وتوجد لهم الغداء وتنقي الدار. بينما أحمد طفل كينظف الكوخ وكيرعى بعض الأغنام في الغابة. قبل الاستمتاع بوجبة الغداء، العائلة كتشكر الله على النعم اللي أعطاهم وعلى الصحة والعافية اللي متعهم بها. وفي وقت لاحق الأب والأم كيصنعوا السلال والكفاف، وهو النشاط الرئيسي للأسرة. كانت المنتجات ديالهم حرفية واعرة وزوينة وجاهزة، وكل مرة كيبدعوا بها شكل جديد وعليها بزاف ديال الطلب. كينقلها الأب للبيع من خلال الأسواق القريبة من القرية باش يتمكنوا من تلبية الحاجيات الغذائية ديالهم. كانت الأسرة من طبيعة الحال كتعيش على الكفاف وعلى العفاف بغض النظر على الفقر ديالها. والناس ديال القرية كيبقاو يشوفوا في هذا النموذج ديال هذه الأسرة وكيتسائلوا أشنا هو السر اللي من وراها. من طبيعة الحال هنئوا الأب على المثال ديالو الرائع في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي فعل الخير وفي حسن الجوار. وفي واحد الوقت سولوه كيفاش تمكن من ضمان الرعاية ديال الأطفال ديالو والمرأة ديالتو في واحد المنزل متواضع في قرية متواضعة، رغم أنه ما كانش قادرهم باش يمنحهم واحد البحبوحة ديال العيش وعلى وسائل الراحة. قال لهم عشنا ما عدناش يعني بزاف ديال وسائل الراحة اللي هي قليلة، ولكن الأهم أنني غرس في الأبناء ديالي الانضباط والاحترام والأمانة وعزة النفس. السكان ديال الفيلاج ولا ديال القرية عبروا الأسف ديالهم لعدم يعني هذه العائلة اللي متشبعة بالقيم، وأن الأب اللي غرسها فيهم، وأن الناس ديال القرية كانوا كينظروا لهم على أنهم فقراء وبؤساء وقتلهم الميزيريا، وأن هذه العائلة كتعيش من طبيعة الحال في واحد البيت فقير ولكنه غني بالقيم. وإحنا اليوم في المجتمع المغربي ما أحوجنا إلى هذه القيم التي تربينا عليها ونشأنا عليها، قيم ديال الاحترام والتقدير والمودة والسكينة ومساعدة الآخرين. نهاية المطاف، راه مني كنعيشوا مع القيم اللي كنآمنوا بها، يمكن أنه واحد الفعل أنه غادي نديروه كيف ما كانت المسألة، وأن هذا الفعل اللي مرسغ فينا ديال القيم يغرس فينا حب الآخر وحب الآخرين وما كتهمش وسائل الراحة. إلى لقاء متجدد بحول الله، كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.